السلام عليكم الدراري، معكم هذا الحيان في لاد جراوند سكيت بورد. فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيال. هذه البارتي هذه الاولى غتكون سبيسيال حيت غتهضر على كيفاش تعرف البورد واش بروبليم ماشي برو. مثلا الا بغيتي تشري من عند شي صاحب باش تعرف واش بيقول بك ولا ما بغيش يقول بك، كيفاش تعرف واش البوب باقا مزيان ولا ما باقاش مزيان، كيفاش تعرف واش مشقه، كيفاش تعرف واش قايسه. هذا الشيء كامل غنهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. داكشي علاش بقاو معنا ونبداو على بركه الله. واول حاجه الدراري باش تعرف البورد واش برو ولا ماشي برو هي الديزاين. الديزاين ديال البورد برو ماشي بحال الديزاين ديال البورد ماشي برو. هاد الديزاين ديال البورد برو كيكون البورد برو كيكون عنده واحد ديزاين ستيل، يعني كتشوفها كتعرفها مزيان، فهمتي؟ كيكون داير بحال هكا، كتكون دايره هاد البلاصه بحال هكا وكتكون هابطه هنايا وكاينه طالعه هنايا بحال هكا بحال هكا، وكتكون عاوتاني هابطه هنايا وكتدور عاوتاني نفس الديزاين، فهمتي؟ هاد الديزاين هو تميز البورد برو على البورد اللي ماشي برو. البورد ماشي برو ما تيكونش فيه ديزاين بحال هكا. البورد برو تكون دايره بحال البورد اللي ماشي برو. تانا سمحوا لي، البورد اللي ماشي برو تكون دايرها تكون دايرها كتكون هابطه هابطه ودايرها، فهمتي؟ ما فيهاش الطلعات بحال هكا واللعيبات بحال هكا. هذه الحاجه الاولى باش تميز ما بين البرو اللي ماشي برو. الحاجه الثانيه وهي ليكوش كربونير. ليكوش كربونير لا لاحظتوا هنا راه كاينين ليكوش كربونير، كاينين جوج، كاين الاحمر هنايا والاحمر لتحت، الاحمر بلاتي كاين الاحمر والليموني، كاين الاحمر والليموني عندي هنا، عندي هنا الاحمر والليموني. ليكوش كربونير تيلعبوا واحد الدور مهم في السكيت. علاش؟ حيت هما اللي تيعاونوا لك البورد، البورد تيعاونوها باش ما تبيطاش دغيا، كيعاونوا كاع لا تبيطات ما يطيش داك الخشب، فهمتي؟ حيت هذاك الكوش كربونير هو واحد، فهمتي؟ واحد العود ديال شجرة البلوط، وهاديك شجرة البلوط قاصحة بزاف، داكشي اللي فاش تضربك البورد تضربك رجليك كتقصحك بزاف. بالنسبة للكوش كربونير كيعاون عاوتاني حتى على البورد إلا هبطت من جد الوسط كت بحال بيني بورد، تدير بحال بيني بورد، يعني تتهبط شوية وتتعاود تطلع. هانتوما تلاحظوا إلا هبطت بجوج رجلين الوسط غتهبط واحد شوية وتطلع. هذاك التمدد اللي كيكون السبب ديالو هو ليكوش كربونير. هاد ليكوش كربونير تكون فيها في البورد برو، تقدر ما تلقاهمش في البورد اللي ماشي برو. البورد اللي ماشي برو ما تكونش فيها ليكوش كربونير، ما تتكونش مبرايسيه هادي، هاد العيبه ما تتكونش مبرايسيه، كيكون فهمتي الخشب من فوق وفيه حليلات، فهمتي؟ فيه حلات ما تكونش مبرايس مزيان. ولاحظوا معايا الدراري كاينين شي بوردات ما تكونش فيهم ليكوش كربونير، كاينين شي بوردات ما تكونش فيهم ليكوش كربونير بحال زارد 01 ما فيهاش ليكوش كربونير، جات ولا كرياتور ما فيهمش ليكوش كربونير. ولكن باش تعرفهم برو ديجا خاص تكون عارف الماركات، فهمتي؟ خاص تكون عارف كرياتور، تكون عارف بلان بي، تكون عارف مافيا جارت، شحال ديال البوردات، بزاف ديال البوردات تكون عارف لهم السميات. ضروري تحفظ السميات ديال البوردات حيت راه تقدر ما تلقاش ليكوش كربونير ولكن تلقى السميه ديال البورد. وعاوتاني راه كاينين شي وحدين ما فيهمش ليكوش كربونير ولكن راه كيبانوا لك انت ما فيهمش، ولكن هما راه فيهم ليكوش كربونير. هذا هو البياج اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الدراري. ليكوش كربونير تكون هو واحد الخشب، عندك الخشب كيكون في لونه الاصلي ما كيكونش ملون، فهمتي؟ كيكون في اللون ديالو الاصلي، تقدر تلقاه في لون الخشب، فهمتي؟ لون الخشب ولكن كيكون مفارق شويه على الخشب، كيكون لونه ابيض شويه على الخشب. ضروري تركزوا على هذا، راه كاينين شي بوردات ما فيهمش ليكوش كربونير. هذه ثاني حاجه باش تعرف البورد برو اللي ماشي برو. ثالث حاجه باش تعرف البورد ولا ماشي برو هو كتشوف النوز، كتشوف جهه النوز جهه البوب، فهمتي؟ دابا جهه البوب هنا هي هذه وجهه النوز هي هذه، كيفاش نميز ما بيناتهم؟ جهه البوب دائما تتكون صغيره، دائما تتكون بلاصه صغيره، فهمتي؟ صغيره جهه البوب، جهه البوب ماشي قدام ماشي متساويين، تتكون هذه صغيره وهذه طويله عليها شويه ديال النوز باش تفلاك، باش تعطيك الفلاك من جد. هادشي اللي كيميز البورد برو، هاد اللعيبات هادو كيميز البورد برو على البورد نورمال. البورد نورمال لا، تتكون هادي قدها قد هادي، كيكونو قد، والبورد نورمال لاحظوا معايا تتكون خفيفة بزاف، كتكون خفيفة بزاف كتبوبيها كطير، فهمتي؟ كطير داكشي فاش تهبط عليها دغيا كتهرس. راه وقعت لي انا واحد النهار في مارتيل مع واحد الدري، تهرست ليه البورد ديالو، كانت خفيفة بزاف، كانت ماشي برو، وهرست ليه. ثاني حاجه باش تعرف البوب، ثالث حاجه ولا رابع حاجه ما عرفتش، المهم باش تعرف البورد واش برو ولا ماشي برو. باش تعرف واش برو ولا ماشي برو، باش تعرف واش البوب شاد واش النوز شاد، غتشوف هاد البلاصه، هاد البلاصه مهمه الدراري. هذا هو البوب، يعني هذا هو البوب الصغير. هاد البلاصه مهمه، هاد البلاصه هي اللي كتميز ليك بلي البوب واش شاد البوب ولا ميت، يعني واش البوب باقي مزيان ولا مات صافي وكح مات. هاد العيبه كتلقى هاد العيبه المنفوخه، تلقاها من فوق كتعرف بلي البوب باقي شاد، فهمتي؟ ها هي باينه من فوق، كتلقاها من فوق. راه كاينين شي بوردات اللي هادي ما فيهاش، باش ما تكونش فيها صافي كيكون مات البوب. هاد ركزوا عليها مزيان، اغلبيه ديال بنادم ما كيشوفهاش، ركزوا عليها مزيان الدراري. هاد خمس حاجه باش تعرف البورد ولا ماشي برو، باش تعرف واش مزيان ولا مزياناش، شوف واش قايس هرمه. غتقول لي كيفاش غنشوف واش قايس هرمه؟ كيفاش نشوف واش قايس هرمه؟ ساهله ساهله باش تعرف واش قايس هرمه. اش غدير؟ غادي تجي غادي تشد البورد، غادي تضرب واش دقات بحال هكا من هنايا
غادي تسمعني كتصوت بحال هكا من جد، غتعاود تضرب الشطاقات من هنايا، غادي تسمعني كتصوت بحال هكا، غتعرف راه ما قايسش ما، حيت البورد فاش تيكون قايس هنا ما تديرش داك الصوت ديال البورد برو، فهمتي؟ تدير داك الصوت ديال تدير الصوت صوت بحال شي حاجه بحال هكا، المهم ما كديرش الصوت ديال الحقيقه ديال الخشب، فهمتي؟ كديرش الصوت ديال الحقيقه ديال الخشب الا كان قايس هنا. وخمس حاجه باش تعرف واش مزيانه ولا ما مزيانه، سادس حاجه باش تعرف واش مزيانه ولا مزياناش، غتشوف سميتو، غتشوف القياس ديال هاد العيبات، القياس ديال الثقبات، ديال الثقبات واش مع الدروكات، تجيب شي دروكات برو غتقيس هاد العيبات هادو واش مقادين مع الدروكات البرو، الا كانوا ما مقادينش الا كانوا واسعين شويه بحال هكا ولا واسعين هكا شويه، واسعين شويه عرفهم ماشي برو، حيت راه في البورد نورمال، ركزوا معايا الدراري، في البورد نورمال راه هاد الجوج هادو هاد الجوج راه تلقاهم بعض المرات بحال هكا، ولا تلقى وحده هنا وحده هنا، ولكن انت وصهرك كما لقيتيهم صح، والله الا تلقاهم بعض المرات هكاك، بعض المرات ماشي هكاك، بعض المرات تالفين. والسابع حاجه باش تعرف البورد واش برو ولا ماشي برو، باش تعرفوا بعدا واش مشقه ولا ماشي مشقه ولا ما مشقاش، واش تصلح تلعب بها ولا لا. اول حاجه كاينين جوج انواع ديال الشقات، كاينين شقات، كاينين شقات هكا، كاينين شقات هكا، شقات الدراري، شقات اللي كيكونوا هكا، اللي كيكونوا بهذه الطريقه هذه، اللي كيكونوا هكا، هاد الشقات ما عندك ما دير لهم عادي، هادي التراكس هادو، هادوك هادي التروكات اللي تلقى تحتهم خط، ما عندهم ما يخسروا ليك، فهمتي؟ ما عندهم ما يديروا ليك، ما غيهرسوا ليك لا بورد لا والو. الشقات الخايبين هو هاد الشقات هادو كيكونوا بحال هكا، كيكونوا بحال هكا وكيكونوا وسط البورد، ركزوا معايا مزيان، كيكونوا وسط البورد، باش تيكون وسط البورد هادوك هما الشقات الخايبين، حيت تقدر تهبط على البورد من جد الراك، تقدر تخسر، إلا هبطت عليها تقدر تهرس، فهمتي؟ تلعبها كيف فليب ولا تيليس فليب من فوق درجة وحدة، درجة وحدة غتهرس من هنا. هاد الشقات اللي كيكونوا بحال هكا ما عندك ما ساهلين دغيا تقادو، اما بالنسبه لهاد الشقات هادو مهمين، هاد الشقات هادو هاد الشقات اللي لقيتيهم بلا ما تشري بورد من عند شي لوك ولا من عند شي شوب، ولا بغيتي تشريها من عند الشوب غنعطيك واحد السر، واحد ثلاثه ديال الاسرار اللي بغيتي تشريها من عند الشوب باش تعرف واش مزيان ولا ما مزياناش. اول حاجه غتشوف البورد كي داير، غتشوف البورد كي داير، واش خفيفه بزاف ولا ثقيله، فهمتي؟ ثقيله شويه، فهمتي؟ كتشوف واخا شويه بزاف، كتشوف البريسيون واش كتشوف واش مبريسي هنايا، فهمتي؟ كتقلب هاد العيبات كاملين كتشوف واش مبريسي، كتشوف واش مبريسي كدا كدا، كدور على الكوش كربونات، تدور على هاد البلاصه هادي، كدوز من هنا كتشوف الديزاين، كتشوف البريسيون، كتشوف هاد العيبات هادو، كتشوف هاد العيبات اللي كيكونوا هنا، تتشوفهم واش مضغطين مزيان، حيت الا كانوا مضغطين البورد غتكون واعره بزاف، يعني غتكون طن كتسمع الدقه من جد، هاد البوب كيتسمع من جد، حيت هاد البوب هو اللي تيعاون على سميتو. بالنسبه لهاد البورد هادي، هاد البورد اللي عندي فليب، فليب ضروري الدراري خاصكم تحفظوا الماركات بزاف، حيت الا ما حفظتيش الماركات راه ما تعرفش البورد واش برو ولا ماشي برو، فهمتي؟ ما تعرفهاش واش برو ولا ماشي برو، كاين شي بوردات ما فيهمش الكربون، كاين عدد ديال الكربون قدر يكون بورد، كاين بورد فليب اللي كلها كوش كربونير، يعني كلها كوش كربونير. ركزوا معايا مزيان في هادشي الدراري، والله الا غيفيدكم حق الله. هادشي بالنسبه للبورد من سميتو. نجيو للديزاين دابا، نجيو لهاد البلاصة ديال الديزاين، هاد البلاصة ديال الديزاين تيكونو شي بوردات برو لي كيما فيهم لا ديزاين لا والو، يعني مفيهمش الماركة كاع، ومفيهمش ليكوش كربونير، تا هما مفيهمش كاع ليكوش كربونير، غتقول لي علاش؟ مفيهمش ليكوش كربونير مكتعرف واش برو ماشي برو، كتلقاها كل خشب، هاديك باش تعرف واش برو ولا ماشي برو، كتمشي لحاجة وحدة، وهي كتمشي للنوز، كتمشي للبوب والنوز، تتشوف البوب والنوز واش متساويين، لقيتيهم متساويين كتعرف البورد راه عيانة سرلوها، لقيتيهم متساويينش لقيتي هذا صغير وهذا كبير عرفوا ما مزيان، ضروري بوب تيكون صغير، هادشي باش تعرف البورد واش برو ماشي برو، ماشي يكون هذاك دو قد هذا، إلا كان هذاك دو قد هذا راه والو، هذه دائما تتبقى جهة البوب، هذه كتسمى البوب ولا التيل، هذا كيتسمى النوز، هذا كيتسمى النوز، هذا هو اللي تيفليكو منه بلا نمشي يلعب دريكسات، ركزوا معايا الدراري مزيان، فهادشي راه فيه واحد شوية ديال التعنكيش واخا هكاك، ولكن هاني ماشي مشكل، بغاتيني آخر حاجة باش تعرف البورد واش برو ولا ماشي برو، هاد آخر حاجة أنا وهي هاد العيبه اللي كتكون هنا، هاد الخرجه اللي كتكون هنا، هاد الخرجه اللي كتكون هنايا في البورد برو، لاحظوا معايا في البورد برو، هانتوما لاحظوا معايا، كتكون واحد الخرجه هنا، هاد الخرجه كتكون خارجه بزاف، علاش؟ باش يحبس الدروك تراكس يحبسو هنايا، ما يزيدوش هنا، باش يحبسو هنا التراكس، باش ملي تلعب نوز ماني نوز سلايد بحال هكاك، تحبس البورد هنايا، هاد البلاصه هادي تتعاون بزاف على البوب، هادي تتعاون فاش تتبرك. باش تتبرك هانت فاش تكون التريكات تتبرك تتعاون هاد البلاصه بزاف تتعاون التروكات بزاف باش يعطوك واحد البوب عالي مزيان. بالنسبه للبرو لا، بالنسبه اللي ماشي برو تاعناي، بالنسبه اللي ماشي برو ما تلقاش فيه هادي، فهمتي؟ البورد تلقاها دايرها حالها،
بحال هكا ما فيهاش دوك الخرجات بحال هكا ولا حال ولا شي حاجه بحال هكا ولا بحال هكا. والبورد عاوتاني البرو فاش تحطها مثلا بحال هكا باش تحطها على شي لعيبه كتحط عليها شي لعيبه كتبرك عليها، راه واخا تنزل عليها مجد بحال هكا وقد تنزل عليها كيما نزلتي على دارها مستحيل غتهرس، ما غتهرش الا بقيتي كتنزل عليها بحال هكا، الا بقيتي تنقص وتجي عليها مجد على وجهك مستحيل تهرس. الخايبه هي اللي قلبتيها بحال هكا ونزلتي من هنا مجد. بالنسبه للبورد برو تنزل بحال هكا ما تتهرس، البورد ماشي برو انت تلقاش فيها هاد العيبات، انت تلقاش فيها هاد العيبه خارجه من هنا، هادي هي اللي تتعنكش بزاف، هادي اللي ضروري وتتعنكش بزاف باش ما تلقاش خارجه بزاف بحال هكا، باش تلقاها ما خارجاش بزاف بحال هكا في البورد ماشي برو. صافي كتقلب بحال هكا مثلا كتجيب شي كيك فليب وكتجي على الديزاين، هذاك الديزاين تيتهرس وهكذا كتحنسر انت. وهادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو بالنسبه للبورد، بالنسبه للبورد واش عارفوا ماشي برو واش برو ولا ماشي برو. الفيديو الجاي ان شاء الله غنهضر لكم على التروكات، والفيديو اللي مورا على الروايد وداكشي الاخر باش تعرفوا واش برو ولا ماشي برو، كيفاش تميز ما بيناتهم، وحيت كاين شي وحدين مكتوبينش شنو السميه وبرو، هادشي كامل غنهضروا عليه الدراري الفيديو الجاي. المهم فيديو سهل اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك سبسكرايب يطلع لكم وجهي دابا شويه، وبركوا عليه تابوناو باش يوصلكم اي جديد متعلق بالبوردات وداكشي. وكان معكم هذا الحيان فلاد جراوند سكيت بوردر وهذاك.